بسم الآب والابن والروح القدس، الله الواحد، آمين. قراءات اليوم 18 من شهر كيهك. نقل جسد القديس تيتوس تلميذ القديس بولس الرسول إلى القسطنطينية، تقرأ فصول اليوم 22 من شهر بابا، وهي مرتبة على شهادة القديس لوقا الإنجيلي. إنجيل عشية. قفوا بمخافة الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس. فصل من بشارة معلمنا القديس لوقا البشير التلميذ الطاهر، بركاته على جميع من مزامير أبينا داود النبي، بركته علينا أمين. اعترفوا للرب وادعوا باسمه، نادوا في الأمم بأعماله، سبحوه ورتلوا له، حدثوا بجميع عجائبه، افتخروا باسمه القدوس. هللويا. مبارك الآتي باسم الرب ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا، ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد دائما إلى الأبد آمين. ودعا الاثني عشر رسولا وأعطاهم قوة وسلطانا على جميع الشياطين وشفاء الأمراض، وأرسلهم ليكرزوا بملكوت الله ويشفوا المرضى، وقال لهم: لا تحملوا شيئا للطريق، لا عصا ولا مزودا ولا خبزا ولا فضة، ولا يكون للواحد ثوبان، وأي بيت دخلتموه فهناك أقيموا ومن هناك اخرجوا، وكل من لا يقبلكم فاخرجوا من تلك المدينة وانفضوا غبار أرجلكم شهادة عليهم. فلما خرجوا كانوا يطوفون كل قرية يبشرون ويشفون في كل موضع إيه
والمجد لله دائما. إنجيل باكر. قفوا بمخافة الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس. فصل من بشارة معلمنا القديس لوقا البشير التلميذ الطاهر بركاته. من مزامير أبينا داود النبي بركته علينا أمين. من قبله رأوا مسالكك يا الله مسالك إلهي في الكنائس بارك الله والرب من ينابيع إسرائيل. هل الآتي باسم الرب ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد دائما إلى الأبد آمين. فقال الرسل للرب زد إيماننا. فقال الرب لو كان لكم إيمان مثل حبة خردل لكنتم تقولون لهذه الجميزة انقلعي وانغرسي في البحر فكانت تطيعكم. ومن منكم له عبد يحرث أو يرعى إذا دخل من الحقل هل يقول له تقدم سريعا واتكئ؟ ألا يقول له أعدد لي ما آكله وتمنطق واخدمني حتى آكل وأشرب وبعد ذلك تأكل وتشرب أنت؟ فهل لذلك العبد فضل لأنه فعل ما أمر به؟ كذلك أنتم أيضا متى فعلتم كل ما أمرتم به فقولوا إننا عبيد بطالون وما علينا أن نعمله فقد صنعنا والمجد لله دائما.
آئماً. البولس فصل من رسالة معلمنا القديس بولس الرسول إلى كنيسة كولوسي، بركته علينا آمين. كونوا مواظبين على الصلاة، ساهرين فيها بالشكر، مصلين في ذلك لأجلنا نحن أيضا، لكي يفتح الله لنا بابا للكلام لنتكلم بسر المسيح، هذا الذي أنا من أجله موثق كي أظهره كما يجب أن أتكلم. أسلكوا بحكمة من جهة الذين هم من خارج مفتدين الوقت، ليكن كلامكم كل حين بنعمة مصلحا بملح، لتعلموا كيف يجب أن تجاوبوا كل واحد. جميع أحوالي سيعرفكم بها تخيكوس الأخ الحبيب والخادم الأمين والعبد الشريك في الرب، هذا الذي أرسلته إليكم لهذا الأمر ليعلم أخباركم ويعزي قلوبكم. مع أنسيموس الأخ الأمين الحبيب الذي هو منكم، هما سيخبرانكم بكل ما هاهنا. يسلم عليكم أرسترخوس المأسور معي، ومرقس ابن عم برنابا الذي أخذتم من أجله وصايا. إن أتى إليكم فاقبلوه، ويسوع الذي يدعى يسطس، الذين هم من الختان. هؤلاء هم وحدهم العاملون معي لملكوت الله، الذين صاروا لي عزاء. يسلم عليكم أبفراس الذي هو منكم عبد للمسيح يسوع، هذا الذي يجاهد كل حين لأجلكم بصلواته، لكي تثبتوا كاملين وممتلئين من مشيئة الله. فإني أشهد فيه أن له غيرة كثيرة لأجلكم ولأجل الذين في لاوديكية والذين في هيرابوليس. يسلم عليكم لوقا الطبيب الحبيب وديماس. سلموا على الإخوة الذين في لاوديكية وعلى نمفاس وعلى الكنيسة التي في بيتهم. ومتى قرأت عندكم هذه الرسالة فلتقرأ في كنيسة اللاوديكيين، والتي من لاوديكية تقرؤونها أنتم أيضا. وقولوا لأرخبوس انظر إلى الخدمة التي قبلتها في الرب لكي تتممها. سلامي بيدي أنا بولس، اذكروا وثقي. النعمة معكم، آمين. نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا، آمين. الكاثوليكون فصل من الرسالة الأولى من معلمنا القديس بطرس الرسول، بركته علينا آمين. كونوا مستعدين في كل حين لمجاوبة كل من يسألكم كلمة عن سبب الرجاء الذي فيكم، لكن بوداعة وتقوى، ولكم ضمير صالح، لكي يخزى الذين يتكلمون عليكم بالشرور والذين يعيبون سيرتكم الصالحة في المسيح. فإنه خير لكم أن تتألموا وأنتم صانعون خيرا، إن شاءت إرادة الله، من أن تتألموا وأنتم صانعون شرا، لأن المسيح أيضا قد مات مرة واحدة من أجل الخطية عنا، البار من أجل الأثمة، لكي يقربنا إلى الله، مماتا في الجسد ولكن محيا في الروح. وبهذا أيضا ذهب فبشر الأرواح التي في السجن التي عصت قديمة حين كانت آنات الله تنتظر في أيام نوح، الذي صنع فلكا وفيه خلص قليلون من الماء، أي 8 أنفس. فهكذا أنتم أيضا الآن يخلصكم بمثال المعمودية، لا إزالة وسخ الجسد، بل سؤال ضمير صالح عن الله بقيامة يسوع المسيح الذي هو جالس عن يمين الله، إذ قد صعد إلى السماء وملائكة وسلاطين وقوات
خاضعة له، لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه، وأما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد. آمين. الإبراكسيس، فصل من أعمال آبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركتهم علينا. آمين. الكلام الأول أنشأته يا ثوفيلس عن جميع ما ابتدأ يسوع يفعله ويعلم به إلى اليوم الذي فيه صعد إلى السماء، بعدما أوصى بالروح القدس الرسل الذين اختارهم، الذين ظهر لهم حيا بعدما تألم بآيات كثيرة، وهو يظهر لهم 40 يوما ويتكلم عن ملكوت الله وفيما هو يأكل معهم. أوصاهم أن لا يفارقوا أورشليم، بل ينتظروا موعد الآب الذي سمعتموه مني، لأن يوحنا عمد بالماء وأما أنتم فستتعمدون بالروح القدس، ويكون هذا ليس بعد أيام كثيرة. أما هم لما اجتمعوا كانوا يسألونه قائلين: يا رب، هل في هذا الزمن ترد الملك إلى إسرائيل؟ فقال لهم: ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات التي جعلها الآب تحت سلطانه، ولكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم، وتكونون لي شهودا في أورشليم وفي كل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. ولما قال هذا ارتفع وهم ينظرون، وأخذته سحابة عن أعينهم، وفيما هم يشخصون وهو صاعد إلى السماء، إذا رجلان قد وقفا بهم بلباس أبيض وقالا: أيها الرجال الجليليون، ما بالكم واقفين تنظرون إلى السماء؟ إن يسوع هذا الذي صعد إلى السماء عنكم هكذا يأتي كما رأيتموه منطلقا إلى السماء. حينئذ رجعوا إلى أورشليم من الجبل الذي يدعى جبل الزيتون، الذي هو بالقرب من أورشليم، على سفر سبت. ولما دخلوا صعدوا إلى العلية التي كانوا يقيمون فيها، بطرس ويوحنا ويعقوب وأندراوس وفيلبس وتوما وبرثولوماوس ومتى ويعقوب بن حلفة وسمعان الغيور ويهوذا أخو يعقوب. هؤلاء كلهم كانوا يواظبون بنفس واحدة على الصلاة مع نساء ومريم أم يسوع وإخوته. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في كنيسة الله المقدسة. آمين. إنجيل القداس. قفوا بمخافة الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس. فصل من بشارة معلمنا القديس لوقا البشير التلميذ الطاهر بركاته. على جميع عنا من مزامير أبينا داود النبي بركته علينا. أمين. سبحوا الرب وباركوا اسمه، بشروا من يوم إلى يوم بخلاصه، أخبروا في الأمم بمجده وفي جميع الشعوب بعجائبه. هللويا.
باسم الرب ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد دائما إلى الأبد آمين. وبعد ذلك عين الرب 70 آخرين وأرسلهم 2 أمام وجهه إلى كل مدينة وموضع حيث كان هو مزمعا أن يمضي إليه فكان يقول لهم إن الحصاد كثير ولكن الفعلة قليلون فاطلبوا إلى رب الحصاد أن يرسل فعلة إلى حصاده اذهبوا ها أنا أرسلكم مثل حملان في وسط ذئاب لا تحملوا كيسا ولا مزودا ولا أحذية ولا تسلموا على أحد في الطريق وأي بيت دخلتموه فقولوا أولنا السلام لهذا البيت فإن كان هناك ابن السلام يحل سلامكم علي وإن لم يكن فسلامكم يرجع إليكم وأقيموا في ذلك البيت آكلين وشاربين مما عندهم لأن الفاعل مستحق أجرته لا تنتقلوا من بيت إلى بيت وأية مدينة دخلتموها ويقبلونكم إليهم فكلوا مما يقدموا لكم واشفوا المرضى الذين فيها وقولوا لهم قد اقتربا منكم ملكوت الله وأية مدينة دخلتموها ولم يقبلوكم فاخرجوا إلى شوارعها وقولوا حتى الغبار أيضا الذي لصق بأرجلنا من مدينتكم ننفضه لكم ولكن اعلموا هذا إنه قد اقترب منكم ملكوت الله وأقول لكم إنه سيكون لسدوم في ذلك اليوم راحة أكثر من تلك المدينة ويل لك يا كورزين ويل لك يا بيت صيدا لأنه لو صنعت في صورة وصيدا هذه القوات التي صنعت فيكما لتابتا قديما جالستين في المسوح والرماد ولكن صورة وصيدا
ستكون لهما راحة في الدينونة أكثر مما لكما. وأنت يا كفر ناحوم أترتفعين إلى السماء، إنك ستنحطين إلى أسفل الجحيم. الذي يسمع منكم فقد سمع مني، والذي يرذلكم يرذلني، والذي يرذلني يرذل الذي أرسلني. فرجع السبعون بفرح قائلين يا رب حتى الشياطين تخضع لنا باسمك. فقال لهم رأيت الشيطان ساقطا من السماء مثل البرق، ها أنا قد أعطيتكم السلطان لتدوسوا حياة وعقارب وكل قوة العدو، ولا يضركم شيء، ولكن لا تفرحوا بهذا، أمن الأرواح تخضع لكم، بل افرحوا أن أسماءكم مكتوبة في السماوات.